السلام عليكم، كيراكم مدايرين؟ جيسبر تكونوا بيان. احنا رانا الحمد لله لاباس. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم، ولكن قبل ما نبداو بغيت نقول لكم واحد العفسه فيت في بالخوف. الا شفتونا هاد الايام ما درنا شويه روطار على لي فيديو، ولا شفتو غير فيديو وحده في السيمانه، عرفوا باللي الغالب رانا نوجدوا في واحد العفسه شابه بزاف الا رمضان ان شاء الله باذن الله. وكما تعرفوا احنا كشغل اكثريه تاع الخدمه نديروها وحدنا، تما ما نقدوش نخدموا هاك وهاك وهاك، ما كانش كيفاش. دونك هذا ما بغيت نقول لكم. فوالا خوتي، هذه كاع باش نقول لكم باللي كاينه حاجه شابه بزاف راهي تقرح فيكم في رمضان، دونك ما غاديش تكرهوا. واليوم خوتي شجبنا لكم، ما جبنا لكمش استوار كيما مداري، جبنا لكم واحد السوجي، باسكو حنا دي فوا نجيب لكم دي استوار كيما راكم موالفين، ودي فوا نتريتو معاكم سوجي ثم نحكموا سوجي وفريمون نغطسوا فيه كاع التحت. وهذا السوجي شي يقول، لو كان سقسيكم ش هي اغنى دوله في العالم، غتقولي باينه باللي الامريكان، وهي ثاني الاقتصاد كاع الاول في لو موند، وهي ثاني اقوى دوله في لو موند. دونك كاع الناس حاسبين باللي الامريكان هي جنه ما فيهاش عيوب. واليوم حنايا جبنا باش نحطموا هذه الصوره ونقول لكم اكبر العيوب تاع الامريكان اللي هما ما يوروهم لكمش. باسكو لو كان تكذب غريان عندها 10 سنين ولا 11 عام وتقول لها البلاد الاولى كاع شاهي، يقول لك ديريكت امريكان. ولكن كما قال كاين صوالح اللي ما تعرفوهمش اللي اليوم غادي ديكوفروهم على امريكان، شغل الجهه النوار، الجهه الكحله تاع امريكان. قبل ما نبدو صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدو ديريكت الفيديو تاعنا تاع اليوم. قبل ما نبدو لكم خوتي الوجه المظلم تاع امريكان، غادي نعطيكم لمحه صغيره على التاريخ تاع امريكان باش تعرفوا واش كاين واش ما كاينش. التاريخ الامريكي بدا مع الاستعمار البريطاني لشمال امريكا، ثم جاو بريطانيا واستعمروا هذيك الارض وبداو يدخلوا في البريطانيين، تما استولوا عليهم كشغل. وسنه 1776 قررت واحد المجموعه تاع مستعمرات واتفقوا بيناتهم على انهم يطردوا بريطانيا ويديروا بلاد جديده اللي غادي يسموها الولايات المتحده الامريكيه، كشغل كاع في رحبه متحده. والفكره الاساسيه هي انه هذه امريكا تكون بلاد زوجه تاع البريطانيين وتاع الغرب اوروبيين. وموراها صاروا بزاف صوالح ما غاديش نحكيهم لكم كاع اليوم، بالك نديرهم في فيديو واحد اخرى ما تحصيش. ودخلت في حروب اهليه، ومن بعد دخلت في الحرب العالميه الاولى، ومور ما ربحت في الحرب العالميه الاولى تماك لي ولات قوه عظيمه امريكان. ومن تماك كشغل غرسوا لهم واحد الفكره في رصانهم، الاعلام الامريكي دائما يليق له بالصفه عليه يبين بلي امريكان هي اقوى بلاد في العالم. تما لوجيك مو شاو لو يديروا ولاو يخطوا وسيو يكتبوا كيفاش يسيو يبرهنوا ولا يبينوا لكاع العالم بلي امريكان هي الفرقع. دونك شنو داروا امريكان؟ كانوا اي صحفي امريكي يدخل الصحافه يغرسوا له هذه الفكره في راسه انه البلاد قبل كل شيء، ويبين غير الصوره الشابه تاع البلاد. حتى وصلوا وين الفيلمات تاعهم كي تفرجهم تاع امريكان تحس بلي امريكان جنه، وهي لا، هما اللي راهم باغيين يوروها لنا بهذه الصوره. هذا ما كان. ومن تماك خرجت واحد الكلمه اللي هي الحلم الامريكي، امريكان دريم. دروك غادي نبدوكم بالصوالح اللي ما تعرفوهمش على امريكان ولا الوجه الظالم تاع امريكا. العنوان الاول تاعنا هو المدخرات. المدخرات سيفز، ولا كيما نقولوا حنا الدراهم اللي تدسهم على جهه باش تلقاهم للقدام. لازم تعرفوا باللي ادخار المال امر مهم لكاع العائلات في العالم، ثم اي عائله تلقاها تسي كيفاش تدس دراهم باش اونكاو كاش ما يصرى لها من القدام تستعمل هذاك المال اللي كانت دساته، خير من اللي تروح تتسلف وتولي في مال ماشي تاعها. اما لاخوتي لازم تعرفوا باللي 45% من الامريكيين ما عندهمش ادخار، ما عندهم حتى ادخار، قريب نص امريكان كومبلي ما عندهمش ادخار وما داسين والو على جهه. وحوالي 24% من عائلات ثاني متداخرين، بس شحال متداخرين؟ اقل من 1000 دولار، اقل من 20 مليون هو الادخار تاعهم تاع كاع حياتهم. تما خوتي تخيلوا قريب 70% من العائلات الامريكيه ما عندهمش دراهم زياده، ما عندهمش كاع دراهم، ولو كان يحبسوهم غير اسبوع من الخدمه يلقوا روحهم في الشوارع. وهذا امر كبير بزاف ومشكل كبير بزاف اللي حنا ما نشوفوهش في امريكان، كشغل نشوفوها حاجه شابه بزاف. والمشكل الزاوج تاع امريكان هو امريكان عندها اكبر ازمه سكن في العالم. وازمه سكن هي من يكون عندك في المجتمع تاعك واحد المواطنين اللي ما ينجموش يخلصوا الكرة تاعهم ولا يشروا ديار، وهذه الازمه فريمون كبيره بزاف في الامريكان. ما غريكو الامريكان كبيره بزاف، ولكن ما عندهمش سكاني بزاف ولا غاليين بزاف. وفي الامريكان متوسط الرواتب تاع الناس اللي عندهم شهاده هو 5500 دولار، والناس اللي ما عندهم شهاده المتوسط تاعهم هو 3000 دولار. ولا تعرفوا باللي السكن تما يتراوح ما بين 1300 دولار حتى 2000 دولار بالمتوسط. دونك 50% من الراتب تاعك يروح غيكرا. ولقد تعرفوا بلي 100 مليون مواطن امريكي عايش بالكيرة ولا ما عندهش كاع سكاني. والمدينة ولا الولاية كاع اللي فيها بزاف المتشردين في لو موند هي كاليفورنيا. المشكل الثالث اللي هو الجامعات. الجامعات في امريكان ماشي متاحة للجامعة.
الجميع، اي واحد يقد يقرا في الجامعه. على بها تشوفوا باللي الامريكيين اكثر يتحم ما يروحوش للجامعه، يديروا سوالح واحد اخرين وما يقروهاش. التعليم الجامعي يا خوتي حاجه مهمه بزاف في كاع الدول، باسكو هي اللي تبني لك الشباب ولا لا جوناس اللي جايه. ولكن خصكم تعرفوا باللي في امريكا الكثريه اللي الجامعه غاليه بزاف، حتى انه اللي يدخلوا يقروا الجامعه كاين نسبه كبيره منهم 30 عام ور ما يكملوا الجامعه وهما يخلصوا ويردوا في ديون تاع الجامعه. باش تعرفوا شحال غاليه. وكاين بزاف بلدان اللي كيما بلادنا الجامعه تقراها مجانا. الحمد لله يا ربي خوتي، هذه حاجه شابه بزاف ماغري كو لي نيفو تاع لي ديبلوم يختلفوا من بلاد لبلاد، ولكن الحمد ربي اللي جات باطل. باسكو تخيل تقرا جامعه باش تروح تدبر خدمه، تخلص 30 عام وراها وانت غير تخلص وترد في الديون تاعك باش تهنى منها، حاجه ماشي سهله اخوتي. والازمه الرابعه اللي تعرفوا بلي الامريكان عندها اكبر عدد من السجناء في العالم، وعندهم 2.2 مليون سجين و122 سجن، وهنا يكونوا باطاو الريكور العالمي ويكلاسوا الاولى في الموند. والسجن نورمالمون الوظيفه تاعه هو اعاده تاهيل السجين، ثم يعاودوا يفرمطوا له عقله باش يعاود يولي انسان مليح مور اللي كان مجرم. أبر في الامريكان اللي السجون تاعهم متداخل فيهم بزاف عصابات عرقيه ودينيه، ولا دخلت لهذا السجن غادي تخرج اكثر من اللي كنت، وثاني الا كنت انت تنتمي للعصابه ودخلت للسجن غادي تعاود تخرج تقعد توجور في ديك العصابه. الحاجه الخامسه خوتي هي المنازل تاع امريكان. لازم تعرفوا باللي المنازل في امريكان نسبه كبيره بزاف منها مخدومه بالخشب والورق الثقيل، ثم مخدومه باللوح والوراقي اللي تقال. بمعنى اخر لو كان تجي اي عاصفه ولا ريح هذيك المنازل كاع باي باي. هذا تاني مشكل كبير. والمشكل السادس خوتي كيما على بالكم الامريكان كبيره بزاف، وباش تنتقل يليق لك وسيله نقل. والوسائل تاع النقل شهوما كاين الطيارات، والطيارات فريمو غاليين بزاف، ولا تروح في التران ولا في القطار. ولكن المشكل انه كاين شحال من المدن في الامريكان فريمو بزاف مدن ما فيهمش محطات تاع قطارات. دونك الحل الوحيد هو تشري سياره. سيفري السيارات في الامريكان رخاص، ولكن ليسونس فريمو غالي بزاف. وهذه بلا ما نهضروا على الماء وعلى الكهرباء. تعرفوا خوتي بلي في الماريكان كان واحد الولايه اللي سموها ولايه بورتوريكو، انقطع عليهم الماء والانترنت والتليفزيون لمده 6 اشهر. علاش؟ على خاطر جات واحد العاصفه كبيره بزاف. المشكل السابع خوتي هو المرض. اذا مرضت في الماريكان اعرف بلي باي باي نهايه تاعك. علاش؟ باسكو في الماريكان ما عندهمش مستشفيات حكوميه، ما كاش مستشفى تاع باطل. هذه ثاني حاجه نحمد ربي عليها بزاف اللي عندنا في بلادنا. تماك في الماريكان شغل تخلص، ولازم تعرفوا بلي نزله برد كيما نقولوا غريب خفيفه تخلص عليها ما يقارب 1000 دولار 20 مليون باش تداوي على نزله خفيفه تاع برد. ما فريمو مشكل واحد اخر كبير تاني. والمشكل اللي موراه اللي هو مشكل كبير بزاف اللي تعرفوا خوتي باللي في الماريكان الا عندك 18 عام وامريكي عندك الحق باش تشري سلاح. تخيلوا خوتي في الماريكان الناس عندهم سلاح اكثر من الشرطه، وعلى هذه كاين بزاف العصابات في الماريكان، وكاين بزاف المجازر تاع المدارس والجامعات. وكل خطره خوتي نسمعوا باللي كاين واحد دخل جامعة ولا كاش مدرسة وقتل الناس وقتل الأساتذة، ولا دخل كاش كنيسة ولا جامع وقتل الغاشي تما. المشكلة التاسعة أخوتي النظام التعليمي تاع ماريكان. لازم تعرفوا باللي مسألة التنمر في ماريكان مسألة كاينة بالبزاف، وقريب كاع المدارس فيهم ناس يتنمروا على ناس، كما نقولوا ناس يحقروا ناس واحد أخرين. ومن كثريات اللي ولاو يكرهوا الناس اللي ينحقروا واللي يتنمروا عليهم، في العام هذا التالي في ماريكان أكثر من 220 واحد قتلوه في المدارس بهذا السبة. تما كيما نقولوا يجي واحد يتنمر عليه وكاع العام يتنمر عليه ويحقره، الانسان الاخر كشغل يقنط وتغيده نفسه ويلقى روحه كتله بلا ما يعبه من شده الغضب اللي يكون شادها عليه. وهذا تاني مشكل كبير. ولازم تعرفوا تاني باللي المدارس عندها ميزانيه ضعيفه بزاف في امريكان، حتى وصل بهم الحال انه المدرسين ولا المعلمين بزاف منهم ولو يشروا اللوازم المدرسيه اللي يخدموا بها من جيوباتهم من الاجر تاعهم ولا من دراهمهم. والعفسه اللي موراها خوتي في الماريكان كاين بزاف العنصريه. سيفري ماشي كاع، ولكن عندهم بزاف ناس ما يبغون ني اللي عندهم البشره السوداء، ما يبغون ني العرب ني الاسيويين، ما يبغوا حتى احد. وسير كاع تعقلوا على الحركه تاع بلاك ليفز ماتر، الحركه اللي ناضت مور اللي شرطي ابيض قتل مجرم اسود. ولا تعرفوا بلي على جال هذيك الحركه من كثريه اللي الناس هرست برا وحرقت حتى كلفت الماريكان 400 مليون دولار. دروك نروحوا للنظام الضريبي في ماريكان. لازم تعرفوا باللي النظام الضريبي تاع ماريكان هو اسوأ نظام في العالم. الضرائب في ماريكان يديروها على حساب المنتجات اللي تشريها، ومشي على حساب الدخل تاعك انت اللي تدخله في الشهر. بمعنى اخر خوتي في ماريكان الفقير والغني
يدفعوا ضرائب كيف كيف، تسمى اللي دخل ملاير واللي يخلص 3 ملايين في الشهر يخلصوا نفس الضرائب اللي خلصها هذا يخلصها هذا. وبمعنى واحد اخر ثاني باش تزيدوا تفهموا اكثر، تسمى كي شغل النظام تاعهم دروك تحلبوا له وفاقوا له باللي الفقير هو اللي راه يخلص على الغني، تسمى الغني يزداد غناء والفقير يزداد فقرا، وهذا ثاني مشكل كبير في امريكان. والمعلومه اللي موراها على الامريكان اللي تعرفوا باللي دائما احنا نسمعوا باللي الامريكان هي بلاد الحريه وبلاد الديمقراطيه، وهما اللي علموا الديمقراطيه لكاع الناس، ولكن اللي تعرفوا خوتي باللي الديمقراطيه فريمون بريسك منعدمه في الامريكان. اللي تعرفوا باللي في الامريكان ما بين اهم الحوادث اللي صراو في 20 عام التاليه كاين غزو العراق وغزو افغانستان، ولكن مور دراسات لقاو باللي 30% من الامريكيين كانوا مع هذا الغزو و70% كانوا كونتر، دونك 30% ربحوا ديك 70%. وهنا نفهموا بلي الديمقراطيه خوتي ما كانش، وما من صرا غزو العراق الحكومه الامريكيه كانت معارضه، ولكن جورج بوش نجم يقنع الحكومه باش يغزو العراق ماغري كو 80% ولا 70% من الحكومه كانت معارضه، وكاع على بالنا علاه على جال المصالح تاع امريكا. نروح لكم للثقافه ولا الهويه تاع امريكان. لو كان تروح الامريكان وتسقسي اي واحد شعبي امريكاني تما تقول له شهو الطبق الشعبي تاع امريكان، يقول لك ديريكت همبرجر مثلا، ولكن لازم تعرفوا بلي هذا الهمبرجر اكله المانيه ومشي امريكيه، ولكن من كثرات اللي داروا لها الببليسيتي وهضروا عليها بزاف ولات كشغل تحسبها من الامريكان. وكي تسقسي اي واحد تاني على الرياضه امريكيه يقول لك البيسبول الاولى كاع، ولكن لازم تعرفوا بلي كيما البيسبول خاونينها من الكريكيت البريطاني، وبزاف صوالح من الثقافه الامريكيه مخيونه من الثقافه الاوروبيه. والازمه اللي موراها خوتي لو كان نقول لكم واحد العفسه اسكت امنوني، لو كان نقول لكم باللي الامريكان هو اكبر بلد مديون في العالم، اللي عنده بزاف الديون في العالم، عندهم بزاف ديون من جهه الصين والمانيا، والديون تاعهم يوصلوا حكموا روحكم مليح باش تسمعوا هذه المعلومه 28 تريليون دولار، تسمى اكثر من الميزانيه تاعهم كاع ديون، وهذا الديون لي من بزاف دول وما من الروحه، تسمى هذا يسال هذا وهذا يسال هذا وهذا يسال هذا، نخرجوا في 28 تريليون دولار. دونك فوالا خوتي، هذه هي هذه كانت الفيديو تاعنا تاع اليوم، جيسبر يكونوا تقفوا وتمتعوا وعرفوا صوالح جديده، جيسبر فهمتوا باللي الامريكان اللي نتوما حاسبينها مش كيما تاع الفيمات. هذه هي، والحاجه اللي بقاتنا نقولوها لكم سيكو ماشي كاع صوالح كيما تسمعوا عليهم، هذا ما كان نقول لكم تحوسوا وتبحثوا وتسيو تعرفوا اكثر، ماشي يجي واحد يقول لك هذه هي هاك تقول له واه صاي عندك صح وديرها في راسك باللي هذاك عنده صح، لا روح له شارشي ما قادوا ميلو اللي يجيبوها لكم زيدوا تاكدوا مورانا بلاك انا نشكلوا عليكم. دونك هذه هي كانت الفيديو تاعنا تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم، تلاقوا في فيديو واحد اخرى ان شاء الله هذا اليوم.